أعزائي المشتركين بالقناة على اليوتيوب، معكم الفنان توفيق الذهبي عازف الأورج والموزع الموسيقي في سلسلة في تعليم الأورج بأشهر الأغاني العربية والمغاربية، وكذلك التعريف بالمقامات والتوافقات أي ليزاكور وغيرها. فنرجو منكم السبسكرايب واللايك والشير لدعمنا ولنواصل أكثر. طبعا اليوم بطلب من العديد من المشتركين فبغاو حلقات على ليزاكور. طبعا ليزاكور هما صعاب باش يكونوا واقع، ما ماشي سهل اي انسان يفهمهم، خاص انسان شويه تمرس في الموسيقى، يكون متمرس شويه في الموسيقى عادي يمكن ليه يتعرف على ليزاكور. ولكن حنا اليوم نحاولوا ان نفسروا الامور اي بطريقه سهله وبسيطه. فاللي ما فهمش فيحاول يكتب في الكومنتيرات، يحاول شنو الحوايج اللي ما فهمهمش او شنو الطريقه اللي تيبغيها هو احسن باش يفهم اكثر، وابقوا معنا لتستفيدوا ان شاء الله. طبعا لي زاكور اللي كثير من الناس اللي كيسولوا على لي زاكور اي التوافقات، يعني كيفاش نمشي بلا مان غوش مع لا مان دروات، يعني اللي كنت نعزف كيفاش غنمشي مع لا مان غوش مع لا مان دروات. فاول حاجه مثلا في لي زاكور غنبداو مثلا باغنيه نسمع علينا الهوا، نعزفوها بالبيانو فهي هذه كورد على الصول، فكورد على الصول في مي بيمول، عفوا كورد على الصول تبدا بالسي مي بول، كورد على الصول في سي بيمول المي بيمول لا بيمول، سي بيمول المي بيمول لا بيمول. فخاصنا الى غنمشيو بلي زاكور فخاصنا نبقاو دائما داخل هذا الاطار، يعني دائما نمشيو على حسب المقام، هذا المقام. فاحنا غنمشيو ديما بلا كانت، هذه كتسمى تيرس ما بين صول، صول واحد لا دو تيرس ديالها هي هادي، هاهي التيرس، يعني صول سي سي غي. ديما غنمشيو بالتيرس، بالتيرس اي تتسمى لاكانت، واحد واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، أي لاكانت كتسمى كانت. هادو كيتسموا لي زاكور، يعني مشينا بلا كانت. طبعا كاين لي زاكور اخرين، ولكن حنا غنمشيو بلي زاكور اللي هما سامبل عاديين باش نمشيو تدريجيا. فمثلا نسمع علينا الهواء، انا دابا غندير لا مانغوش، لا مانغوش نفس هاي. مثلا انا كنعزف نسمع علينا الهواء، مثلا مانغوش كنتبع لما لا يعني كنتبع اللحن، يعني لا مانغوش كتبع اللحن. غنعاودو هنا غنديروها باش تبان لكم اكثر. مثلا انا كنلعب نسمع علينا الهواء كما قلنا كورد صول، فخاصني ديما نبقى في اطار كورد صول ونبقى ديما غادي بلا كانت. مثلا صول صول سي غي لا دو مي سي غي فا دو مي صول غي فا لا مي مول مي صول سي فا لا دو صول سي غي. فانا كيما تنبقى لي زاكور بلا كانت، غادي بلا كانت. طبعا كاين تقنيات اخرى، ولكن حنا كنمشيو دابا سامبل، حنا غنمشيو فقط سامبل. فغنعاودو مثلا انا غنعزف نسمع علينا الهواء، وانا غندير فانا كنتبع الاستقرار ديالي فيما انني كنستقر. فكندير لاكور مثلا انا في صول، فكندير لاكور ديال صول سي بيمول غي. إلا أنا استقريت على الفا فأنا كندير فا لا دو فا لا بيمول دو، ولا استقريت على المي بيمول كندير مي صول سي بيمول، ولا درت فا ري فأنا كنستقر هنا
انا كتسمى كانت ديمينيي. يعني حنا ما بغيناش دابا نتخربقوا ما بين ديمينيي واوغمونتي وهذا، فبغينا نبقاو ديما سامبل دابا، المهم ما ندخلوش في التفاصيل. انا في مي بيمول نقدر ندير عاوتاني دو مي سول لان فيها المي بيمول، هذه تقنيه اخرى عاوتاني. الى وصلت الري انا غندير سي سي بيمول غي فا لا بيمول لا دو مي لا بيمول سول. فهذه هي التقنيه اللي حنا كنتبعوا حتى في زاكور لما كنكون مخدم يعني لارموني. غنعاودوا مثلا هذه القضيه باش تفهموا اكثر. فانا كنتبع لي زاكور، يعني العزف ديالي كنتبع لي زاكور. طبعا ديروا بشويه باش تعلموها بشويه، يعني فتبعوا هذه الطريقه. فدابا غنديرو مثلا حنا غادي ناخذ ايقاع مثلا الشرقي اللي غنمشيو به، لان كثير كيسول على كيفاش نمشي. فنفس الطريقه غير في لارونجمون وما غتسمعش، لان لارونجمون خدامه فتاك فقط كتبع اللحن ديالك. فغنمشيو ببطء ونديرو ايقاع بلدي على 110 باش نوريكم يعني كيفاش انا نمشيو بهذا. دابا ربما حنا فهمنا، انا غنسمع لي زاكور اكثر. فدابا نتوما فهمتوا كيفاش ان المبدا باش تمشي مع لي زاكور. طبعا حنا خدينا مثال يعني بنستمع لينا الهواء، نقدروا ناخذوا مثال مثلا بشي قطعه اخرى مثلا الشرقيه اللي هي كذلك، يعني نديروا مثلا نهوان نهوان صول مثلا. ناخذوا مثلا مقطع من الف ليله وليله. فهنا لما غادي يكون عندنا مثلا الف ليله وليله يا حبيبي، هنا عندنا نهوان على الصول. فهنا لي زاكور غياخذوا غيبقاو في اطار النهوان، يعني ما غنديروش لا بيمول بحال في الكورد دابا، غنديروا نهوان على الصول. نهوان على الصول مثلا غناخذوا او سي، لا عفوا غناخذوا صول سي بيمول غي لا دو مي سي ري فا دو مي سول ري فا لا مي سول سي فا لا دو سول سي ري. يعني غنبقاو حنا غاديين بهذه الطريقة في النهوان مثلا مع الايقاع غنديرو.
دائما غنتبعوا لي زاكور مثلا درا البيانو يا حبيبي سول سي ري هذا هو الزا فكما قلنا المبدا ديما كنتبعوا بلاكانت يعني الخامسه يعني الواحد الثالث والخامس دائما كنلعبوه بحال هكا. فطبعا انا كنتمنى انكم تفهموا هذه الطريقه يعني هي مبسطه لان بزاف طلبوا مني يعني طريقه العزف لي زاكور. فهذه طبعا طريقه مبدئيه لان لي زاكور فيهم كثير وكثير. ف بالنسبه للانسان اللي هو كيسول على طريقه العزف يعني مع الايقاع فيحاول انه يدرب يعني يدير الايقاع بشويه مثلا ويحاول يمشي مثلا على حسب الاستقرار. فانت الا كنت انت مستقر على الصول فتقدر دير يعني الا كنت مستقر او على السي بيمول ممكن ديرها لان حتى هاد لاكور في السي بيمول او حتى على الري فيها الري او الا كنت مستقر على لا فممكن دير او على السي فممكن دير شوف انا كنطلع مع النوطه ديالي وهنا ممكن ندير وممكن حتى انني ندير هكذا او لا هكذا المهم فيها الري او هكذا حتى هي فيها الري. فهنا عندك اختيارات في لي زاكور ولكن حنا كنمشيو مع الطريقه السهله والبسيطه. فطبعا نتمنى لكم الاستفاده واقترحوا لنا الاسئله ديالكم واقتراحات ديالكم اذا شي حاجه ما فهمتوهاش. والى اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله.